مساء الخير آه، النهارده هنتكلم عن الاكل المصري الجميل المسبك والمقلي والدهون والحاجات اللي كلنا بنعشقها بس للاسف الشديد دي كلها او غالبيتها بتؤدي الى حرقان في المعده جامد جدا او حموضه وقد تؤدي الى مشاكل تانية. اه اكل حلو بس خلينا نحاول نخليه اكل صحي كنا وعدنا حضراتكم في المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت عن ارتجاع المريء آه، اللي هو آه، آه، جاسترو اسوفاجيال آه، ريفلكس ان احنا نتكلم المره دي نخلي حلقه مخصوص عن الاكل وعرفنا ان ارتجاع المريء سبب وبس ان الحموضه بترجع فوق ايه بقى الاكل النهارده هنخصص الحلقه ايه الاكل اللي يخلي الحموضه تزيد او تضغط على العصر السفنكتر اللي هو العضله العاصره اللي ماسكه بين المريء وبين المعده في اكل بيكبر الحموضه دي ويزود الاسيديتي ويخليه يطلع وفي اكل يخففه شويه وفي عادات غذائيه كمان ممكن تساعد كتير جدا او العكس عادات غذائيه وحشه سيئه قد تؤدي الى الحموضه يبقى زي ما قلنا هنتكلم هنبدا بالحاجات اللي هي بتزيد جدا, جداً جدا من الحموضه وتزود من الأسيدتي وتزود تخلي الواحد يبقى الحرقان جامد جدا لدرجه في بعض الاحيان بتشك ان عندك ذبحه صدريه. بالبلدي كده لو سالنا اي واحد عنده حموضه او اي واحده عندها حموضه ايه اللي بيتعبك؟ غالبيه الناس، بالمناسبه الحاجات دي بتختلف من واحد للتاني، لازم نعرف كلنا ان الاكل اللي بيختلف واحد قد يؤدي له حموضه وواحد ما يؤديش له. فاول حاجه هنقول كلنا هنجمع ان الدهون والمقليات والمسبكات من اهم الاطعمه اللي بتؤدي الى حدود ارتجاع ايه وزياده في الالام بتاعه المريء، اثنين كلنا هنقول برضو الاطعمه الحمضيه زي اليوسفي زي البرتقال برضو بتزود الحموضه، آه النعناع في ناس كتير بتفتكر ان هو ف... النعناع هو النعناع بالمناسبه جميل جدا وحلو على الشاي و... وناس بتاكله وناس بتشربه يعني له استخدامات كتير لكن قد يؤدي عند بعض الناس الى حدوث برضو كده، وزي المياه الغازيه، المياه الغازيه عند بعض ناس كتير كتير جدا بيشكو ويقولوا ان هي المياه الغازيه اللي بتؤدي الى زياده الحموضه، نيجي حاجات من الحاجات اللي المحبوبة جدا برضو بتؤدي للحموضة الشوكولاتة الشوكولاتة الحلويات والكعك خاصة لو الكعك عليه سبدة كتير كده أو زيوت فالحلويات والكعك والشوكولاتة والقهوة والشاي زي ما حضراتكم يمكن اتكلمنا عليهم باختصار في الحلقة اللي فاتت لكن المرة دي بنبه تماما شاي قهوة مياه غازية الشوكولاتة لازم نقلل منها إذا كنت حضرتك بتؤدي للغازات كلنا بنحبها لكن ناخدها بقدرها حاجات مش معروفة زي التدخين مين يفتكر إن التدخين أه التدخين بيزود برضه أنا جاي متابع الأكل لأنه يعتبر في ناس بتفتكر مدام ما بيتشرب يعني والكحوليات احنا الحمد لله اكتر الشعب المصري اه ما بنشربش كحوليات فارجوكم اه الحاجات دي ممنوع هاكلها تاني بسرعه دهون ماليات مسبكات الثوم البصل الشاي القهوه التدخين والكحوليات طب دي قائمه سيئه الباد جاي زي ما بقوله طب هل في قائمه جيده اه في قائمه جيده يعني قد تكون مش بتساعد في تخفيف الحموضه ولكن على الاقل تمنعها وفي بعض الاحيان تخفف الحموضه إذا اول حاجه ايه القاعده ما تعوز تاكل او تشرب تشرب بالذات اشرب الميه ليه تشرب الميه مع انها ملهاش دعوه بالحموضه الميه لان هتخليك تتجنب السكريات هتتجنب الكافيين هتتجنب الشاي والقهوه ما تشرب ميه كتير هتتجنب الاكل اللي بيزود حموضه الالياف النشويات بنصح بيها كتير جدا يعني الاكل الصحي آه زي الفواكه والخضروات اللي بيحتوي على الألياف والنشويات المعقده بالذات النشويات المعقده مش النشويات العاديه زي الحلويات لا لان الم... النشويات المعقده زي اللي هو البطاطس العاديه آه دي بتقعد فتره طويله شويه في المعده فبتحسسك بالشبع فما تاكلش كتير ما تاكلش كتير ما يطلعش حمض كتير ما ي... الحمض ما يرجعش للمريخ آه الخس برده كويس قوي الكرفس الشوفان الحاجات دي كلها والشمر الحاجات دي كلها بتساعد اهم حاجه في عشان نساعد الحاجات دي ان احنا نحاول نخلي الاكل بسيط شوية ودي هنقولها في العادات الغذائية لكن ما نملاش البطن جامد ما ناكلش وجبة تقيلة دي اهم حاجة طيب نيجي بقى للعادات الغذائية ودي من اخطر الحاجات اخطر حاجة في العادة الغذائية ان واحد يديها دي اكلة تمام وزي ما احنا بنقول بالبلد كده يدبها ويملى البطن هيملى البطن هيضغط على العصاء على على السفنكتر او اللي هي العضله العاصره دي او يسموها فالف او صمام هيطلع الحمض فوق فدي وحشه جدا 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 طيب اول حاجه ما تاكلش كتير وتملى البطن قوي آه طيب آه نعمل ايه ما ناكلش برده وانت نايم وانت نايم او انت متك كده على المخدة ولا حاجه لانه طبيعي قد يساعد على آه برده الحامض يطلع من المعده الى فوق لازم تاكل الاكل حضرتك ببطء وتمضغه جيدا لان الحاجات دي بتقلل التهيجات بتاعه المعده وبتاعه المريء بنفسه زي ما بقول وانت بتاكل تحاول يبقى مثلا على الاقل 50 آه يعني وانت مستقيم كده لمده حتى بعد الاكل لمده مثلا ساعه بعد الاكل ما عشان كده هتتحرم شويه اللي بيحب ينام بعد الاكل مباشره لو عنده حموضه لا ما ينامش بعد الاكل مباشره سواء في الغداء او في العشاء في بعض الحاجات مثلا مضغ اللبان تخيلوا مضغ اللبان دي عاده جميله بعض الناس بتاخدها لأنه بيزود اللعاب واللعاب بيقلل من الحموضه فبعض جميله جدا نيجي حاجات غير غذائيه ولكن مهمه جدا برده في العادات زي الملابس الضيقه كل ما تلبس ملابس ضيقه على البطن او عند المسافه دي هتضغط على الحجاب الحاجز وتضغط على المعده هيطلع الحامض فوق البطن زي الحزام او زي الجيبه الضيقه او البناطيل الضيقه تحاول ترفع المخده كده وانت نايم 15 او 20 درجه خاصه لو كنت واكل قبل ساعه ولا حاجه يعني انا بنصح طبعا زي ما قلنا ما نمشي آه بعد الاكل على طول لو ما سترش بالطريقه دي يبقى لازم هتلجا الى الادويه في ادويه بتتاخذ بيسموها اوفر ذا كاونتر ادويه عاديه مش محتاجه طبيب ما نفعتش لازم هتروح للطبيب عشان يمكن غالبا هيديك البي بي اي او البروتون انهبيتورز آه بمب وبالتالي ان شاء الله قاموا انكم كلكم تسمعوا الكلام وكلنا مع بعض ناكل اكل متوازن ناكل بعيد عن المسبكات والدهون والمقليات عشان نتخلص من حبوط المعدة وارتجاع المريء شكرا